وإلى أسواق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760 ملياراً و430 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجاك 30 بنسبة 24% ليغلق عند مستوى 11859 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجاك 70 متساوي الأوزان بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة. وصعد مؤشر إيجاك 100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3200 227 نقطة.